صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح الورد المنثور، صباح كل شيء فنان، صباح كل شيء زين، صباح الستر، صباح الرضا، صباح العطاء، صباح الزين، صباح الأدب والأخلاق والحشمة والوقار، صباح كل شيء فنان. يصبحكم رب العالمين بكل ما يسر خواطركم ويسعدكم ويرضيكم ويعطيكم لين تكتفون. مرة ما ظني شيء حب يقول بسي، ما ظني لو حب يقول بس قالوا بس الأوليين. هي والله عطوهم ليت مزرت بطونهم، وهي لبيس جناز ودروك اللي ساروا. هي والله استغفر الله العظيم. هي والله. وهذه طردع ما كمشيارات الزموتة، هذا الزموتة أبدا ريحة قوية شال الدنيا، شل ريحة زعتر، وحد يسمي زعتر بري وحد ما أدري شو. المهم إن ريحة قوية، وأنا طارق أماكم أقطف الوريقات، هاي النمونة أقطف الوريقات وأحطهم في ماء وأفوحهم. زعتر لكن ريحة زعتر عطري وفنانة، زموتها كلني عارفة. ما شري جايني العويد هالكبير، ما أدري من عاطني هاك اليوم، قال لي عندي شربة عيبك. يوم يبت طارت عماركم وزرعته، والله ما شاء الله تبارك الرحمن سوى. تبدا مشل الركين هالكبير وغرسه، شل عود وغرسه، شل عود وغرسه، غرسه، ها زرع الدنيا هاي كلها اللمنه، ما شاء الله اللمنه. دور ما دار الفله طارت عماركم الحيضان كلها زرعت منه، ما شاء الله ندر زينه ريحته ينفعها. احنا ما بسكيته بيدي، ريحته قوية حاشرة ما شيء، بسبب حركت بلش لو بتزرع في البحر نقض، لو في نص غبة. قال لي لي يا ابن تحريت اللي يمزح. هذا الحين طارت عماركم انتهى وقت الطرابيل، هاي تشوفون عازل الحراري عن الزراعة، انتهى الوقت خلاص. هذا طارت عماركم انا رتبهن تاريخ شهر 6 و7 و8 و9، أربع شهور في أول 10 أبتدي أشل الطرابيل. طارت عماركم هاي أشلهن خلاص، انتهى مفعولهن. الحين شلهم البارحة باليوم ثلاث خطوط، ما يدروا بيني تحت. الحين زرعنا الفيفاي، لكن جت الطيور طارت عماركم وكلت الجميل. ادينا حطينا سي دي، ها شريط هاي حسب الطيور ما يجي، ولا اي طير هالصفاصيف وياكل القمه هذه، ودر هذا المكان كله وياكل القمه صفصوف. ايه ياكل ويعدم هالشيره، كل من ظهرت لها قمه قصف اجلها، قصف الله اجل عدوان الله. هي والله قميضه والله اني عاد اتري الموسم متي، ويوم اي الموسم تزرع يجين للصفاصيف ويشلنا ويقصفن أجله. هذا الجميل شيء وحالي الحمد لله. البحر سكرت بالشريط هذا، هل هني سلمت عليهم برويكم هاي، لا قلبكم بيعوركم عليهم. هي والله بتاون علي اني يا ستريه هالمدة كلها، سبحان الله ما لي نصيب فيه، لكن لا بيرد بيضرب ان شاء الله. مرة هاي اللي حقنا عليها في اخر دقائق تتقطف ورقات شرق وغار، هذه أبدأ خلاها النمونة. هي الصفاصيف عدوان ضارات، ما تسمع قلنا عليهم بالخير هاك اليوم. صفصوف الله لا حلك تاكل زرع ليتام، ها خلاهن عيدان ركزات. غرب اللاتك يا صفصوف ما ضرك، هذه أبدأها خلاها قلم قلم بنسل. وهاي كذا الأمثال، سمعتي مغني بالخير. صفصف الله لا حله ياكل زرع ليتام، حلفت أنا ما كلمة، هذا شور الحمام، حمام تي الصمة ما تسمع الكلام. إيه والله كل شيء ولا شيء، كل شيء ولا شيء. الأوليين ما شاء الله على على أغناهم وعلى قصيدهم وعلى كلماتهم البسيطة اللي لها لك 600 معنى. إيه والله ولا حد يدعي على صفصوف. شوف الله أقولها، شوف هناك الخدمة. يو رشيد أهلين وسهلين، كيف حالك؟
راشد الله يسلمكم. اليوم بتسافر؟ بكره الصبح الساعه 8. باكر الصبح الساعه. مطار وين؟ مطار ابو ظبي. ابو ظبي كم سنه الحين انت داخل ابو ظبي؟ 2 سنة. انت كامل كامل كم سنه عندي؟ بابا خالد الحين 10 سنة. وقبل؟ قبل 6 سنة. انا شغل شركه من زراعه دريب وزراعيه. انزين كم سنه عندهم؟ 6 سنين. ايوه. وعندي انا 10. ايوه. وين اي بلاد تشتغل؟ البلاد شو اسم؟ مال هنا. هي. ايوه. شو اسم بلاد؟ شو اسم؟ باكستان. لا بلاد هذا. من الامارات ابو ظبي، عرب امارات. ابو ظبي. ايوه. قول ابو ظبي. ابو ظبي ايوه. ابو ظبي. ابو ظبي. هي قول الحين 16 سنة؟ ايوه. 16 سنة لازم 100% في كلام. انا ما 6 سنة شغل داخل علين، بعدين روح لي وابو زايد غياطي رويس الحين يجي ابو ظبي. ايه. شرق وغرب ثلاثة في حياتي ثلاثيه السنة في دقيقة. 4 سنة شغل داخل البحر. هي والله هي والله. اشتغل يا ابوكم اشتغل وكد مكدة اليهد وياني صيح ياني صيح. الله الله في يا ابو محمد. الله الله في تلاقيت ويا الجماعة عين هلي ويا عين هاتي. ضميت عند الفلانيين وكدوني كد اليهد ولا اعطوني معاش. هل كثر مده تنزل بالاخير. تعرفون عاد شو الخطه كانت؟ انا بخبركم شو الخطه. كيف انغدر به او كيف انه يعني استوى وصلت المواصيل الى هالحاله. ها بعد طمع. ترى بني ادم في طمع. هذا طالت عماركم وكان يشتغل في شركه وياي موصل طلبيه عند حد في شركه من الشركه حق البيت الفلاني بيت سين من جيم. المهم وصل طلبية وتلاقى ويا راعي البيت وياخذ بحشر رمس الفنان وحشر رمس العدل. بودر الشركه وبشغلك هاك الشغل الزين وعندي ودونك ولا لا 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 لا. هذا عاد ما صدق. طلعت عليكم هذا اللي تشوفون. لا تغترون لا تغترون بها. ترى قاصر ربيته لكن يشتغل شغل اليهد ما شاء الله. نش قال له ابوي ودر الشركه اللي انت فيها وبعطيك وبعطيك وبسوي لك وبسوي لك. قال له زين ان شاء الله يا صادق صدق. هذا فقير ما تشوفونها يا صادق صدق. نش طالت اعماركم وخذ بالرمسه خذ بالرمسه اللي خذها من عند الرجال اللي هو فلان الفلاني. ها فنش من الشركه وضم ابوي عنده ونش هذاك وقال له كنسل. ومن عقب ما تكنسل وضم هذا الا اليوم وباكر اليوم وباكر عقب شهر عقب شهرين عقب شهر عقب شهر. نش هذا ابوي دخل في التاخير ودخل في الغرامات ودخل ما ادري شو. قال لابوي انا معاشها بعطنك بتيلس مزر بطنك ويكد تعال عند شهيد. اقول لك هذاك ريال كم اشتغلت عنده ما اعطاك معاش؟ مله ما يقول ما يقول سن. ايوه كم ما كم شهر؟ هو 14 9 يوم. وبعدين؟ ما يدري هو يتلت عشيرة ما يسوي بيده. انزين انا نايفه مخالفات. روح كمحكمة يجي يروح يجي. المهم قالني قال شو الحل؟ ما شاء الله يجي بيت مال بابا خالد الحمد لله. الحمد لله الحين 10 سنة هذا ستارتنج 10 سنة مالنا 10 سنين. ايوه المهم طالت اعماركم يلسه مده الوقت يطوف وعندك ودونك ويلس ابوي لا معاش ولا شيات ويعني صيح. قلت له ابوي سر ودر شو بتسوي؟ قال لي حل كثر مده ما اعطاني معاشي. قلت له انت عدى على هواك. والله شو استوى العقب؟ صار وقدم عليه شكوى في المحكمه. ومني ومنك ويا شافع ويا دافع حط محامي وعندك ودونك. الحمد لله رب العالمين تيسرت الامور و بس ظهر عن هذاك الريال ودير عندي انا. دير عندي انا كان على حياه ولدي محمد. وهذا يشتغل في السيايير حياة محمد يحب السيايير هذا زيد ورقص ونقص ونفخ تواير تواير كبار. شوف شوف عناية شان بيه شب عليه مهل متو غرب اللاته قاقق ما طيب له الرمس بني. شوفني أنا قاق وقيق وقاق وقيق وقاق وقيق. المرأة طالت عمرك بس خلاص سكت سكت لا ترش بماء. ها وتدير عندي الحين طالت اعماركم من 10 سنين 10 سنين. واليوم عاد بيصير في والله ما شاء الله عليه.
ان بغيت ان بغيت قصاب، ان بغيت دريول، ان بغيت مزارع، ان بغيت كهرباء. من سكنت حين كم من سنه؟ من كم من سنه وهو عندي حين؟ قبل 5 سنين وهو عندي من 10. يا ما طاح بيت الكهربتي، الكهربتي والبيب فيتر هو كل شيء يخدمه. هاب اسمي راعي الاولي اللي كان عنده وقصر فيه، سبحانك يا رب. اسمي 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 طالت عمركم انه خسران خسران خساره ما شكله، ولا هذا يا ابوك ما يتودر، وكم تزهزهوله ومندوب وطرشه لو في الليل اظلم نش وركض حافي ومنعل، لو ابدا بكل خاطر سمح ويضحك وراعي صلاه وراعي دين ونظافه وطهاره. الحمد لله رب. انا شو اريد اكثر عن هذا؟ ما اريد اكثر عن الحمد لله. قبل ما ينزل القرار مال ممنوع انك تذبح في البيت ابدا، العيل ما يسوي له سالفه، مسوي لهم مقصب انا هني في طرف البيت وبيب وحديد ابدا. كان خروف ولا تيس ولا حوار ولا عيل ما ياخذ في دي 10 دقائق، ما توعاب الا شفته وعقه وصرخه وقطعه بغيت اللي تبقى ابدا في كل وقت على كل حزه. عقب عاد نزل قرار ممنوع ما ممنوع، وتمت ابوي دتشة هاي الدتشة اللي مسوينها انا، تمت هي وبيبته ودنياها لين يومكم هذا. اي والله من عقب ما يلمنع، لكن ما شاء الله عليه حرج 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 عن 10 ريايل ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد الباح يقول لي بابا ترى اليوم سفر، قلت الله يحفظك بخلص اليوم الشغل، بغيته والله يريح اليوم هذا. قال لي ما عليه اليوم بشتغل لين المغرب، من عقب المغرب بريح وان شاء الله الفجر بسافر. الله يحفظك انت ولح عليه والله، في ايدي وريولي في السيايير في الوكالات في كل مكان في كل مكان في كل هم كل من اللي عندي عناي وهذا والثاني كلهم ما شاء الله عليهم، كلهم كل واحد خير عن الثاني. شوفوا انزلت للعرب زانوا لك وانعاملتهم بالتي هي احسن وبالحنان وباللطف وبالادب والاخلاق وعطيتهم حقهم، تراهم عطوك معيونهم. والله يا ابوك لو بين يرح صبعي نقعوا نايح وصياح له اول ما للتالي، لو بيستوي ادنات الدون في البيت ولا مني ولا منك اول ما يتاثرهم سبحان الله. حاطيني ابو ما بحاطيني ارباب، ابو حاطيني كل ما يزقروا لي لبابا وبابا بابا وبابا حليلهم. اي واحد هو زندي، هاي يوم يقول لك زندي يمشي عليه التيس ويتلفت، هذا هو واحد عطريز عطريز من هاي اللي يمشي ويدتش. ايه لكني لايم، ريوق صالونه، غداء صالونه، العشاء صالونه، ما يحب العيش. خبز 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 افغاني، خبز افغاني. انا عسل افغاني بابا. ايه كلش نفرات يدرون بك. ايه خبز افغاني. ها ايه هذا 24 ساعة خبز، 3 ويبات كله خبز وصوالين والدنيا ما يلا يمن ما تشوف عينه ما شاء الله عليه، لكنه في حله وعلى حله وعليه بالعافية. ولا ها هذا قبل ليوة قبل ليوة دامي أنا ما ترى يشتغل ومن أغفل يمين ولا يسار ندسب ويسار تحت الكنديشن، القير هذا بطوله قال ابوي شغلين الساعه 10 11 تم ابوي هو يشتغل ابوي من الساعه 5 الفجر لين الساعه 8 3 ساعات بس، والبادي كله رقاد لا شغل ولا ضمنه زين. يلا تعال سوي غنيه غنيه حين، لازم اغنيه من الصبح صباح. هي لازم اغنيه الصباح. هي 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 البارحة كان خصوصي هذا احد ياتي هو هي بعد ابوي البارحة ماكل اشار من الجديد وماكل من الدهن الجديدة فيقول متعدل الصوت. يلا عاده شو الاغنية؟ انجليزي. خلاص انجليزي. يلا غن. بودرد فرشتا آزمانا الله مني پیغام بده، برو درد پرشتا آزمانا
الله مني پیغام میرے آدم حوايا بخشت تو گودی منا احوال بدے گودی منا احوال بدے بارك الله فيك يا شامبي. ثانك يو ثانك يو. شو مينينج ترانسليت ترانسليت اغنية شو يعني هذا؟ قول درد فرشتا هي رو اسمان فوق يعني هي شو اسمه يعني شرير هذا اللي يسجل هي يعني هذا ودي عند الله هي هي الملك ملك هي ملك هي ودي ود هي هذا يعني بيغام مالنا ودي عند الله هي 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 هذا رقم واحد هذا يعني ما بيغني ها هذا يعني سمسم قران ايه هذا موشح موشح ديني موشح ديني مالكم شي بلادك انت بلدنا هي بلوتستان بلوتستان منطقه مالكم شو اسمها جوادر جوادر ما شاء الله عليكم كل نفر كلام هالنمونه ولا في عربي نفر يتكلم عربي هي. لا 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 ما في عربي بس بلوشي يلا بارك الله فيك ثانك يو أقولك والله يلي صاحي صاحي استعشر أنا ما دار عندي ها؟ هو تراي أي شيء هذا شمبي هي تراي أي شيء هي أي شيء حصل سوي تراي ممكن مخ يجي زين ممكن يجي قوي هي ممكن يمشي سرعة سرعة هي ممكن سرعة يجي كثير فهمتوا الحين أنتوا؟ يقولك أي شيء قدامي ياكله فلفل بارد ثلج ورق شير كل لحم دياي يخلط هذا بويا هذا شلج لفكرته بصرته ان هذه تسوي له قوه خارقه او بصوت غاوي او راس طويل او ابيض او قوه أو ما كل شيء يسوي له تراي يعني كل مهرتن هو قابضنها يسوي عليها تراي عسب ينجح ها هذا ما في بطن ها هذا بحر بحر ما شاء الله تبارك الرحمن هي ثلاثة كرتون ملح مال البلدية. هي. اثنين كرتون وبروح خلص. ربلاته. حد ربي تقاصره تلقطع عندي سبحانك يا رب. كلهم ما حد صاحي ما حد ابدا سلطة يا رب لك الحمد. رب العالمين يا يسوقهم لي سواقه وين ما اسير حتى ليه تلاقى وياهم شيء لازم يظهر حد ربي تقاصره. ويي عندي سياقه ابدا يودر العرب كلها ويي عندي انا سبحان الله سبحان الله الله الحكمه صباح الخير صباح الخير صباح الخير الله 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 علينا مرطه ما شاء الله إذا ما يتنفخ عبارة ني عبارة ني لازم القصي غادي حمر وترف كيفي غادي ترف إذا أنك ما تمتيلد في وقت الخبز العيان ما تيلد وايد ما تدهش دهات هذا لو المرضى خبرناك وحطينا طريقته حد يعينه بسح وحد بلا يسح اليوم طالت عماركم بعد شوي نصوركم الله اليوم طالت عماركم شباب اليوم شباب طالت عماركم ورقاق ومرضف ولوبيا وهذه اللوبيا علينا وعليكم بالعافية الحين بر رقاق لازم تحمر واليوم قال لهم انا يخبزون لي طالت عمارك ما ببيض هذا خبز ومشاوى قريص رقاق قرص ويا مشاوى ودهنه مشاوى ودهنه من دهنه الخالدي من دهنه الخالدي شوفوا هذا اللي فوق التدريب هذه علامه نضوي الدهنه شوفوا لازم هاي معلومات عامه ثقافه عامه هذا شوفوا القشاطه اللي فوق إن شفتوا الحلوى عليها قشاطة عرفونها ناضية وإن شفتوا الدهن عليها قشاطة عرفوها أنها ناضية وقبل مرحلة القشاطة تسوي شرات التراب هذا التتريب هذا هو اللي معناه
ان الدهنه ما فيها رطوبه. كذلك السح، السح يوم تفتح الخريطه ولان شي شرات التبلويره تبلويره الشكر عليه، تحس ان شرات الشكر متدردر. هذا هو اخير نوع للضم وللكناز، واجود انواع التمور هو اللي تستوي عليه التتريبه هذه شرات التراب. هذا لو بيكمل 100 سنه ما عول، لان لا في رطوبه ونظيف ومغسل ومنقى ومحفف عن الخرس. فلذلك تلقطه ريحته فنانه ولا يعول لو بيكمل 100 سنه ما يخترب اي شيء يسوي بلوره، ان كان سح او دهن، مره ما يعول لو بيكمل دهر. وايدين بعد يشوفون شيء من العسل شرات الشكر عليه، هو ترى هذا تشوفه روحه قاصنه من الحقل، روحه قاصنه من الحديقه، ولا روحه قاصنه من على قافه ولا على سدره ولا من على سمره ولا في طرف يبل، وتلقطه بعد فتره سوى شرات الشكر، سوى شرات الشكر طالت عماركم شمنه. هذا يكون النحل، ترى تعرفون النحل يصير مسافه ما يقارب 60 كيلو يجمع الرحيق ويجيب لين الخليه. في هالأثناء طلعت عماركم شو اللي يستوي؟ تعالي ياي، تعالي تعالي تعالي، شايفة أرضية؟ تعالي من بلاتك قد مورنج. تعالي أقولكم لازم يكون هو ياي النحلة يمع، يعني مثلا اليوم موسم سدر وهو خاطف شاف ولا روح ريحة برسيم جت ولا ريحة ورد ولا زهور ولا شياته، شي يسوي يخلط شوية زهور مع السدر، فهذا اللي يستوي البلورة. هذه بلورة يتبلور وهذا ما يصيبه تبلويره، معناته انه خلط زهرة بزهرة او عدة ازهار مع بعض فيستوي شرات الشكر فيه. ترى هو ما في شكر، عسل على بطنه وظهره، اكبر مختبر في الدنيا العود بيقول لك عسل. لكن شو اللي صابه؟ خلطة النحلة، رحيق ورده بورده، زهرة بزهرة، شيء بشيء. فلذلك تسمى البلورة، يتبلور العسل أي بما معناه طالت عماركم. إذا يتبلور العسل معناته أنه يخلي شرات الشكر على وجه الغرشة أو في قاعدته، فهذا سبب رئيسي للبلورة. شوف شوف المرضى، يا سلام يا سلام ما شاء الله، روح راح روح راح ما شاء الله عليك. ما زين لا ريحة الخدمة يا أبوكم، لكن اللي طاغي عليها طالت عماركم ريحة البر. هذا قرصي أنا، هذا خلاص وخبز للبيت. هذا القرص حقينا روحي، هذا خلي طالت عماركم. أنا لك القرصين ثلاثة اليوم، لا في خاطري قريص واحد، ساعات أحط جبن ويا بيض ومهياوة ودهنة. اليوم خاطري طارت عماركم بس في الدهنة، من الدهنة الجديدة اليوم خاطري من الدهنة الجديدة، ويحط شوي عليها شوي ونت مهياوة وتري القرص لين يحمر. لازم بروتوكول الدهنة، لازم خوصة، لازم خوصة، خوصة ولا خوصتين يرحونهن زين ما زين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله أكبر. بس هذا دواء وعلى الله شفاه. شوتم فيها العافية أبو محمد، شوتم فيها العافية. شو لازم يحمر القرص، كل ما حمر القرص كل ما زار. أنا أحب القرص يوم قد يحمر، ما أحب القرص مبحلق مبحلق، ما حتى للفريد، ها للفريد للأكل. هذا بخبركم أنا عنه، هذا طالت عماركم بديل لبناني، هذا بديل اللبناني. ايه هذا بدل ما تاكل لبناني من السوق، هذا ابوي بديل اللبناني. من خبز يخلص نش ابوي وقرطس ولف. تعال سوي لي واحد غيره، سوي لي واحد. تعال هذا جايزه، هذا نصيبك. ايه هذا جايزه، هذا خصوصي. هذا الحين حقينا، هذا شوف جيب لي بيضة اسمك هريس، جيب واحد بيض واحد انداه. هذا بنسوي طالة عماركم قرص بيض ومشاوة ودهنة، بعد من دهنة الخالدي
إيه لا بد من الانضوج، لا بد من الشغل الزين. هذه البيضة حين جدون أول بادي البيضة، عقب عقوا عليها قطروا عليها كم قطرة دهنة، وعقب طارت عماركم المهياوة خلاص. ساعات يحطون بيض بعد ويا جبن، جبن جبن عادي مليون نوع نوع. يلا يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه كل شيء ولا شيء. والله يا ابو خميس جايلنا ما يعرف ادنات الدنيا ولا يعرف يخدم اي شيء، وما شاء الله حينه كل خدمتن عنده. ايه وحين استوى استاذ يعلم قبله بعمه وعقب ايه دهنا حينه وعقبه هو عمه خذوا ناس غاليين من عندي. قال ابو محمد نباك انه هالكم طيب خذوه شد ضام عندي 20 سنة، وهو هذاكي ظهر ليسن. وقال ابويا بسير عند الفلانيين يوم رب نسوني. قلت ما شاء الله فالكم طيب، انتم غاليين تسوون عيني ومعيني والله. وعندهم الحين يمكن من 10 سنين، انا كنت كمل 20 سنة عندي. ايوه شوفوا حين شوفوا هذا القرص، هذا دوا النفس العليله. سمعتوا بدو دوا النفس العليله؟ واحد من الله نحن ابوي ما نعرف المشاوى ولا مخلف علينا المشاوى، ما بشطنا لا ابوي مخلف علينا المشاوى. انا لحقت على يدي ويد يدي وكلهم يدانون المشاوى، ما حد ما يحب المشاوى المهياوى يعني. المهياوى كلن يحبها ودانيها حدوها. لا 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 ها مش من التراث الغالي، انا اشوفها من التراث، انا تراثي انا هذا، انا تراثي انا احب المهياوى. اللي ما يحب المهياوى على هواه، الاكل بعد تراث، اكل تراثي معروف. لكن هاي الاشياء ساعات تخالط التراث بالحداث بالقديم بالماضي بالجديد، من البلاد اللي بيك من شرق ومن غرب، والحمد لله ما شيء بيت ما يستعمل المهياوى. شو هاي اللعبه؟ انا استغرب يوم يقول لي حد والله هذا مش من الموروث ولا من طرب عندنا ولا من عارف. يتوقعي اي شيء يجلس في بلادك اكثر عن 30 40 50 سنة وهو موجود يستوي من الارث هذا خلاص، منا وفينا، ان كان انسان شيره بدابشه باكله فن، هذا اي فن ولا اي اكله ولا اي طبخه تستوطن عندك بطريقه مستمره لمده 50 سنة خلاص تستوي من الموروث. والمشاوي انا اشوفها من الموروث عاده، انا عندي انا روحي، انتوا عاد على هواكم. وهذه دهنه تقاضي. سلام عليك ابو محمد. هذا الطلب بنحط، هذا الدهن وهذا الابزار، شيء دباب وشيء غراب، بنحط لكم الطلب للي يبقى، وانتوا عاد على هواكم بصركم. لا خليت من متابعيني الفنانين اللي وياي على الخط، هذا ابو محمد صباح الخير، هذا فن القوالي عند الباكستانيين والبلوش، وهو مثل ما ذكرت موشحات دينيه اللي غناه الصبح شو اسمه شامبي. ايه دخلت من متابعين الفنانين. هذا الله يسلمكم يوم عداني، يوم عداني الفجر اليوم عقب ما صليت ما يعني الرقاد، قلت في خاطري ليش ما اسير خارج عند الجماعه، سارت حدود الى استوي قوم شامبي وعندك ودونك وشرق وغرب او ربع سنة وسولفنا زين. وفي الشمس وهني وهناك وعند الطرابيل هربوي بعد الدنيا، وهي ضربتني شرات الصفراء ويتني بيد في ينبي، وحطيت راسي ورقت واخذت لكم ختلة ليل الساعة 10:30 توني الحين ناش، لكن ناش بخير وسهالة ولا أشكو من باس الحمد لله رب. ترى قدر يعني أظهرتني ممود الصفرة والطحنة والبيضة هايج إلى أن أصبحت الحمد لله رديت بكامل قواي العقلية وحاسيتي حاضرة عدي بالحاسية أول ما طحت على الشبرية. هي والله ختلت ختلة رقم واحد، لكن نشيت الحمد لله رب العالمين. هذا لكم عين تنظر صاحي 16 أنا مرة رقم واحد. أما برنامجنا اليوم فبيكون حافل إن شاء الله. أول بادي صراحة مليون تليفون داك اليوم، إن شاء الله بصلي المغرب أتوكل على الله. بيكون مضواي اليوم في العين
عقبابات في بيت العين، وبمسي مساء طيب إن شاء الله، وباكر الصبح عندي شغيلات شرق وغرب وعندك ودونك ومني ومنا. هدى هدى صلاح منو عنده؟ خالد. زين صباح النور. صح بس حلمان انك وزغت تراويتي لي في الرقاد وعفت عفده بس ما طعين الرقاد. ليش انا خلي انا بليز ها سالتيني من دق الباب يا الجواب سالتيني جاوبتك. لا 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 صاحي لجل اني تراويتي لي في الرقاد وعفت عفده ما عقبها عفده. انا لا بسم الله عليك الغالي بسم الله عليك انت تخافي انت رحمه انت نسمه. شو قال لي تراحشن مالت سي دي مال شريطات ها ايش قاعد تراحشن هاي زي غن الطير يخلي لنا ماي لكن حط عاد عقب شو حط عقب ما كل جميم كم من في فاي هناك حول 8 و7 كلهن وانا احنا عاد بحسوبات الاماكن مالات هرب الله تك يا صفصوف مالوهم يوم يدعون عليك يقولون صفصوف الله لا حلك تاكل زرع لي تام حلفت انا ما كلمه هذا شور الحمام وحمامتي الصمه ما تسمع الكلام يلا دخل على صلاح صار إيلس حبيبي إيلس ما علي ما بتفهم معك إيلس تفضل 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 صلاح تفضل دقيقه واحده بصور الشيء ويجيكم الرجال مصور لكم اياها انا من الصبح لكن طارت اعماركم شيء انا ما صورته اللي هو هذه اكله هذا ما بقرص هذا ترى ما بقرص هذه يسمونها قبيسية اسمها اسم الأكلة قبيسية تختلف عن القرص وتختلف عن البثيث وتختلف عن الخبيس يعرفونها هل بالأكل يعني الناس الأكيلة ذويقة الأكل هذه من الأكلات الأولية عندنا بالذات تمتاز فيها أبوظبي وقبيلة بني ياسف فلذلك هذا النوع من الأكل يسمونها قبيسية هذا نوع من أنواع القرص لكن إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بصور لكم إياه في يوم من أيامه من أيام الله طريقته وطريقة خدمة شو اللي يميز القبيسية عن الأطباق الثانية وليش سمي بكلمة قبيسية ليش مسمي قبيسية هذا القرص نوع هذا من أنواع القرص ليش مسمين قبيسية وشو يمتاز فيه وشو يخل الفرق بينه وبين غيره ها ترى كل شيء ولا شيء فلذلك إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أنا بخبركم بعد وين جايني هب وين جايني الباحة أنا مسير على البيسات المساء أمسيت عندهم وهيوم أطالعت هناك ولنهن شيء ثلاث حرارات لونهن شرات هذا اللون لكن كل حرارة ودك تحطها في عيونك وتغمض كل حرارة خطفي منها زين كل حرارة منهن ودك تحطها في عيونك وتغمض لأنها مختلفة عن حرارات لبيتهم يوم سرت وطالعت ولأن الخدمة بعد متغيرة يوم سألت اتصلت عاد فيها البيت داخل ها هذا من وين قالت ليش السؤال قلت السؤال يعني يطرح نفسه أولا هاي ما بمبعيانكم أنا أيكم يوم أنا ياهل أول مرة البعيانها ما بمبعيانكم وعيانكم أنتوا لا يعلى عليهم لكن هاي البعيان مختلفة حرارات ما عليهن زود حرارات لكن لونهن حليبي شرات الصين وهن مبصين وجميل شكلهن ملكين بعد ما بالله شيء عادي يوم طالعته لأن وحدة داخلها عرسية والثانية بلاليط وعلاقة اللي في ريحة الناريب والثالثة في القبيسية عاد اتصلت في تخبرت قلت من وين قالوا معد الفلانيين هلكيت 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 عاد قلت في خاطري إن شاء الله يوم من أيام الله بنصور ترى بشلها القبيسية هاي ما بيهون علي حين الساعة 11 وما والشباب في الميرس كلهم ظهروا وما أقول النص وتام النص وأنا ما بهاين علي يطحوا بها العمال يلعبوا بها يعني قالت أبوي لو بتاخذ لي بتاخذ كل واحد أنت خطك مباح فالمهم أني تخبرت من وين جاي قالت من بيت لفلان فلان من عند فلان فلان لفلاني قلت زاد أبوي إذا عرف السبب بطل العجب إيه بطل العجب أبوي بطل العجب فبطل العجب البارحة فلذلك ما خليت في خاطري قلت بقص عليكم خروفة القبيسية وإن شاء الله بنخدمها جدامكم في يوم من أيام الله بخبركم عنها إذا الله جعلنا من الحيين الأول اللي خدمها خدية طالت عماركم بنت محمد رحمة الله عليها مخلفات حياة بن خلف وحياة خدية طالت عماركم وحياة غريبة هاي بيتين الأول
داخل في ابو ظبي يوم في شارع حمدان وعقب يوم في المشرف. هاي البيتين بيت خدي بيت خدي رحمه الله عليها وبيت حياه غريبه بيت احمد الراس. هاي البيوت الاثنين ينضربهم الوصوف في الخدمه وفي الرم وفي الاكل. خدي رحمه الله عليها خت النجم وخت حياه الشيبه وخت حياه عبد الرحمن وخت مريم، يعني ناسنا يواد يا ورنا اهليه وياه من يوم نحن ياها. المهم خدمه يعني يخدمون يرمون رم ما حد يرم شراته. هذا بالنسبه في الفريج هذا نحن ما نرمى يبنى طاري شرق وغرب ويمين ويسار، نبقى كلنا يخدموا كل الفريج في امتيازاته له ناس معروفه. البطين بعد حدث ولا حرج ما هو ما طريق بياكلوا اللي جبدي واللي خاطري يعطيط البطين ما علي بس عاد عليكم الرمزه. صلاح شو بلاك؟ بلدتي وين بلد؟ انت شو اسوي؟ عندي موضوع. المهم تاخرت عليك انا اليوم؟ نعم وانت؟ انا تاخرت عليك. اليوم ما بسيل العين الحين العصر. العصر ان شاء الله. بسيل العصر وباكر الصبح بتريق وبتغدى وبتعشى كله في العين ها؟ انا هي اليوم اليوم باكر الصبح انا هبي جاي. باش انت برايك كان ما بتي كان بتي عندك ام محمد تعال عندهم. باكر ما شي شغل باكر اوف ما اوف باكر ما صح انت اوف الحكومه ممنوع ممنوع حبيبي بس قول هبي قول هبي لا تعلت بالعمال يشتغلون يعني قصر الاليزي هذا يشتغلون فيه من متى؟ خدية يا خدية ما حبني ما حبني الحين شو الحين يا اللي يحبني قب علي والله ما حب ما حبيتني عن الكذب بيت خدية خلي برمس خدية هاي اختي انا لا ما شيء لحظة خدية خلي ارمس خدية تحديني انا اصور وقت الحبه يوم يحبني اصور شفتي في التصوير شيء حبات شيء بوسات بس ها تو الحينه هبعث الرجعي ثلاث ايام ترى ما حبني لا يوم هي لاني بس العينه وانا ما شيء حبه حبيبي زين عارف حرام خلاص ما بسجل يوم هو ما يباني الظاهر حسك يقول حرام يا الطوع يا الطوع فجأة جبل زين بابا زين بسم الله اخ يا بلا هنسجل شو بشكل هاي ما عبارة خدتي يا صلاح هاي ما ما سابا يا بتل قلابية صلاح انتي ايه الصبح والله العظيم وانا في المطبخ ايه؟ سلم عليهم ايه؟ فتحت الباب انا بغيت نقول لي عمي ما في طالع فوق كأنه شاف جني يتركل اي والله في الدرج قلت لي الحين انا شو قلت لك انا ما صبحت عليهم وهو سلم عليهم حضنهم يا ربي صلاح عمي يخاف من صلاح لا انا ما اخاف من صلاح كان... لا صلاح الحين هاي هدى هاي مذبوح من بناتنا نحن عندنا من كم من سنه ليش الفلبينيات تموت عليهم وهاي فقيره ما تسوي لها كبره بخت ليش هالنمون شو ياك تغيرت انت تغير حتى التفكير تغيرت النوايا تغيرت الاحاسيس اليوم جمعة صلاح اليوم جمعة المولد النبوي يا سلم عليه مولد النبوي يا سلم زين خلاص سلم عليه يلا العروس وين العروس وين جوعان مسكين انت بتاكل وين يا حين سيري زقريها سيري شو بلا شو زين والله يا صابك الصلاة بعد الصلاة هذا يا منكر أنا الحين الساعة 11 بسير بتجلس على كرسي من الحين اللي صلاح صلاح الله. من 11 12 وحدة يعني ثلاث ساعات ونص
ساير أذربيجان أنت؟ إيه زلزال. ساير إسطنبول؟ هذا عادي؟ لا ما بعادي، تالي ثلاث ساعات ونص بينكسر ظهرك. كيف؟ هذا كل شيء. سيري سيري زقري فاطمة. شو اسمها هيلين؟ صديق. هيلين 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 خلاص. لا اسمها فاطمة. صلاح الخالدي. لا لا لين سير نملك عقب. تليفون يانا. صح. روح حياة روح حياة. عليكم السلام. مرحبتي. ليش مسوية كذيف هذه؟ ديزاين. ديزاين. ديزاين هذا ديزاين. بطنك كبيرة. صلاح. والله ديزاين. صلاح. بغير أسلم عليكم. تمام. كيف حالك؟ الحمد لله. كل شيء زين؟ الحمد لله. بلا صد بتحجب انت بتحجب. ينسي. هلا بتايلس تايلس. حبيبة ماشي. شو الصلاة كيف الصلاة؟ ينسي تيلس على تقعد. هذا هذه ها. يا سد المكان. ايه خلاص هنا انا اول. هذا نونسين؟ زين خير زين. وش يسوي اليوم؟ حمسه تعال هني عداد. لا. جالس عند الضيف تعال مني. دوري تعال يا هني ها. الله الله خليني. انتبك على وها خذت خدتي مخدته خدته. يلسن يل. بنات بيضرك ببريجة. صد منك. شوية. ايه بس الحين صراحة. شوف. ليش ماما شوف انا. ليش ما تبي تشوف. ليش ماما شوف انا. ابا بالصلاة ابا بالصلاة. شي خص الصلاة. اليوم جمعة. زايد الطوع اليوم. خلق حلاق بسوي ظهورك وصلاه بتجلس على كرسي. عارفك الحرمه نظيفه لا تقول الاشياء. شوف شباب كسر الطيفه. ياكلينا؟ زين تتنثنين هنا. زين الحين تصير في خديه ولا الامور طيبه؟ بس خلاص هي. موبايلك كسر. تكسر موبايلي ليش؟ عمي ها. شكل صلاح يحب وحده. وجبيت على صلاح انت تحب وحده؟ ما يهتم ايوه. مستهر هذا وحده وهمت. الله يبين انا شافي فيه. لا هو جايب فيه تنتي. هي مجنون. لا صلاح وين مقراض وين سامان؟ لا 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 هي شغلتك في الصفور. ما مني يا بابا. ها صلاح شوفها شوفها خبيرة تجميل خبيرة تجميل. صلاح شفتها خبيرة تجميل ها ما شاء الله عليها ها هاي خبيرة ترميم وهاي خبيرة تجميل خبيرة ترميم قلبتيها هذه خبيرة ترميم وأنا خبيرة تجميل تكل شيء تقلبه ليش هذه القصابة وأنا خبيرة تجميل هاي القصابة هالمومنة الفقيرة أيوة هالطفلة أنت ليش أقول لك شنو علي الحين انت قلبتي عليا لا ما قلت شايفه اسبوع لا لا كلكم والنعم كلكم والنعم دايم الله دايم الله نعم. دايم الله من بعد حنايا زين زين في واحد عنده بين بس لا 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 تصير العين انا بسير ويا من هل ويا عناية ما سمعت ما بدي اللحى ان شاء الله الحين مدخل ميوب ميوب من ساعتين ولا دخلنا كان ما بعرف انت فيلم هذا عفوا عن اللعبه عاد عن اللعبه عن اللعبه العود ابو ما يلعبوا به يلعب ان شاء الله يا ربي كم متروع ها بس هذا هذا استعمال اليوم ما ابوي حد مال لعبه هذا كبار يوم حدي شرب ولا غرب حطه وتسله شويه اكبر ما يلعبوه هذا عميت الدرب صبري علي ها شو تسوي صلاح صلاح يباك انت لا القش البرج صلاح والخيبه حتى صلاح ابوي ما يباك معذر تقول عمي انت لا تسال عن امي صلاح صلاح ليش لا عاد ودي كذا دخول الدواء انت لا ما ما دخل ودي المدخل حق تفضلي ها دوت عاد احنا قسم منك ماشي تصوير هدى عمي كل حد والله يقول الله خلق وفرق عيد ما يليج في العقل انه هدى الفنان الاموره والجديد واحد كل حد يشكر عليك يقول لا والله هدى الجميل هدى الفنان قسم بالله العظيم عمي ها انا ما اقدر
والله شو هالمغنيه ها شو لا هي ما بشينه لك اذا انت غير وهي غير بس ما في مني 39 في الشبه بس في القلب ما في لا لا ما في اكيد ما في قلبك نظيف وحتى في العقل العقل وايد لمي الناس شكرا وايد احب هي والله كل هاي الرمس المصريين خبريني بها المتابعين يقولون هدى نحضرين عليها ولا حد يسواها عندنا خليتي خالد منك ولي رمسيني انا رمسيني انا قالت لي الصبح بابا يصورني بالشيله والحين امس بالليل بدون شيله قاعده اشوف الفيديو قالت تضحك انا اريد شمالك اخويا ان شاء الله انا في جدام لا قلت الدوت ما يصير بهاي صلي ان شاء الله انا الحين ما داخل المطابخ اليوم جمعه تقول لي الصبح شيله وبالليل ما في شيله قلت لها عادي ترى انت مو متحجبه يعني تحطين شيله حتى يعني تحطي الشيله لا تبغى تروح ايلس 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 هاك حل عرب شو ياك يا من كرك دقك انت شو المشكله شوفيني صح انت يديها نظيفه صلاح شوفيني يا الدنيا كيك يقلب علي صلاح ايه صلاح الحمود قلبين علي يا رب ان شاء الله امين ان شاء الله كل زين اختي تبي تبانين انت زين تفضلي خليها خليها تبي تبان هي براي انزين تبع اه لا عمي تعرفني انا يوم احد على احد هي تبي تبان في السناب حبيبتي هي بيها ما يا غيرها تفضلي بيها ما يا غيرها تفضلي تفضلي صح كل ما طارت شو ما استغفر الله صالح بدر التلفون شو قايل لك يا بني مع بعض خلنا نسولف ونضحك خلي التلفون جدا هذا تلفوناتك هني خلاص بس اكد خلي كل يوم احنا متضاربين معك اليوم العالم يشوفنا كأن احنا حاقرينك كل يوم خلاص بريك واحد ما بتودر التلفون انت يا خلاص انت بتصير تصلي زين اصبر قبل موضوع الصلاه انت ما قلت بتبيع السياره انت قلت تنحى الغابة هذا اول ببيع السيارة بناخذ بيك اب نخلي هدى تكس فيه مجنون كسر مجنون حش علي ليش مجنون ليش انا تحطني دايما صغيرة انا اركب في البيك اب انا بقرا اي واحد بقرا اركب في البيك اب ورا حتى حلوة البيك اب عمي ديك ما رحت فاليني العين في ذمة شو رايك في سواقة البيك اب والله حلوة ايه هاوي اوكش الاغراض كلها مصنعي ذيك صغير تشيلي بس اثنين شنط اي والله تبين تفضلي تفضلي ها خلي زومي علي يا عمي اجي اكل يا زومي مشهوره زومي علي يا عمي شوك لا شوك تعال صراحه ابوي ودي خلاص لا تونا ممنوع باليوم ساير لا تون سر منا اسد لا تودي الحق خدي ان صلاح من يوصل من يوصل زين اي اي صلاح صلاح من يجي من يجي يبى تلفونه من يجي انت خدي 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 انت انت لا تاخذ تلفون انت صار يسوي يتصل انت مو خسر هذا بابا مو خسر ما يسوي يستعمل الموبايل خسر ما يبغى يسمعنا يا عمي بس بس خلاص اشتري ولاد ابو مية وديوني انا هذا نوخ لا تجي يومين لا تجي يومين لا تجي كم تبعت اي لا تجي يومين قول هاي يوم بي بيت ابوك قولي لي لا تجي يومين هذا بيت اخوي هذا بيت اخوي وانا بي كل يوم يوم بي بيتك ولا بيت ابوك قولي لي لا تجي الحين فهمتك ما قلتي لي يومين ما تجي لا اجازه اجازه ايه وليش ان شاء الله ما تجي لبيتك يوم تجي ابوك تسوي مع مشاكل والله بيتنا هذا بيتنا مدام ما قاعد اشغل معك بيتنا اخ يا الله يا رب تعيني عليه يا رب تفكني من عيار وجهك تعيني عليهم تعيني عليهم هاي بي وجه بيعبر لنا الماشي اللي في البخار ولا في الستور ولا في البيت المطبخ عمي لا تطمع يونية العيش ما حتصور معك لا تطمع يدك جيب يا رب مع السلامة يا صلاح يا معيريس عين بس خلاص عين الله تراك القمر والنجوم تمشي وراك يا المعيريس عين الله تراك القمر والنجوم تمشي وراك شوف بدي انا اعمل بيتكم شو تعال تعال هذا السلح مال خدية ايه استنى هذا اندوت ها فدا مكتوب عليه خديجه خالدي اي تعال انت تعب عنايه
شل السح مال خديه مكتوب عليه الاسم 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 قيب ملغوث اليوم من 10 أيام صورنا لكم هذا المنتج بركة سماد عضوي حيوي سائل هذا اللي تشوفونه وهذا من بعد استعمال ما شاء الله دفع خبري أوراق ما شاء الله غلط غل الشير قبل الشيء وبعده غل قوي ما شاء الله هبلة في اللومي حتى طالت عماركم في الهنبة علما بأن حينها وقت الهنبة ما شيء غل لكن ما شاء الله تبارك الرحمن هذا نبوات خضرية جديدة هذا كله فضل لله سبحانه وتعالى ومن ثم لهذا المجهود الحيوي من الشباب الله يحفظهم على هالمركب سماد العضوي اللي ما شاء الله تبارك الرحمن اسمه بركة نفعنا ونافع الله في خلال 10 أيام هذا الناتج هذا طالت عماركم ربع عيل كتف وضلع ورقبة وشوية من الينب كتف وضلع ورقبة وشوية من الينب هذا طالت عماركم عيل رضيع إن شاء الله بكرة بنسوي لكم إياه في التنور بنتبله بنقطعه بنعدله بنسويه في التنور اللي بخلطة نجهزنها مسيو هريس هذا اللحم طالت عماركم اللي هو ربع العيل تغسل وقبل ما يتغسل ملح ملح وكركم وتم بمشخلة لمدة ما يقارب ساعة ساعة ونص وعقب انغسل زين ما زين الحين على ما تشوفون يطعن اللحم لجل ان الخلطة تتداخل فيه شو اسم هذا المشواي مالك نيم جريك روست فيل فيل بجريل شو جريك فيل روست جريك جريك هذا مشواي جريكي الخلطة الجريكية عنده فيل لحمة العيل المكونات طالت عماركم هذا ربع عيل ربع عيل مقطع قطع على كبر الشت ليمون زيت زيتون ثوم بابريكا هذا ماستر عسل زعتر بري نوعين هذا ورق قار خلاف وهذا جرفه وهذا جرفه فلفل مبروش ملحه زنجبيل سركة اللي هو فينيجر فلفل أسود هاي المكونات كلها ما يبال سير ولا يبال تعال واللحم منظف والمول كله على تنظيف اللحم المول كله على تنظيف اللحم وهذا كله بين تتسوى الخلطة هذه بيتنقع من حين الليل لين بكرة لين بكرة هذا بيتودن بالخلطة مالتها اللي بتسوى لازم 24 ساعة يتودن بالخلطة وبكرة يتدخل التنور إن شاء الله الروزميري والجرف العيدان هذا وهذا البلاورو ما يسمونه الورق الغار هذا ينحط بكرة ينحط بكرة لكن الحين تضاف كل هالأشياء زعتر نمونتين زعتر فرنسي وزعتر ما ادري شو هذا بعد غير نمونه وهذا العسل والبابريكا والماسترد والثوم وشويون من الجرفة والثوم كود وقفة وفلفل حمر مبروش وزيت زيتون والملح والزنجبيل والسركة والفلفل الأسود وعصير ليمون هذا كله حين بيسوى يلا يلا بسرعة بسرعة لا تسيس تطعطع لي كل هذا يتكون مرة واحدة هاي الخلطة اللي بتتقدم فيها طالت عماركم للحمى ملح ما بكامل الملح تحمل ايه الملح لأنه شبعان ملح هذا العسل لا بد هاي البابريكا بابريكا النوع المدخن شيء نوعين وهذا الزعتر نمونة وزعتر نمونة ثاني نمونتين الزعتر وهاي الخردل كل حين ينعين زين ما زين يلا عاد بسرعة هذه خلطتنا شو اسمه هذا جريل شو جريل فيل جريك جريك جريل فيل هي هاي الخلطة جريكية مشواي حق يا الله يا ريت وبيه يتم طالت عماركم طلي اللحم خلوني يتشرب زين ما زين من هالخلطة
يتودن فيها طالة أعمارك لين بكرة. لازم 24 ساعة. هذا المول كله سر، سر الخلطة، سر الطبخة في هذا، في هالخلطة. لحمة العيل روحكم تعرفونها بيضة كأنها شحمة، وهذا تتدخل طالة أعماركم بكرة بفرن خشب حطب في التنور لمدة 4 ساعات، وإن شاء الله باكر غدانا من هاللحم الطيبة إن شاء الله. الجولة باللحم بالخلطة على ما تشوفون لين باكر جلب زي ما عدلها بالنهاية الطرف هذه، هذه الحين عدلها. شو اسم الطبخة هذه؟ جريب هيل، جريب هيل روج. اي تقرطس تخلف ثلاجة عادة لين باكر إن شاء الله. ولكم عينا تنظر. ثانك يو هريس. الثلاجة في البراد يعني، في ثلاجة الفواكه. يلا يلا يلا. بكرة رديناكم طلعت عماركم من يدي ويديد بعد مرور 24 ساعة على تتبيلة اللحم، لحمة العيل اللي هو ربع عيل متبل معدل مثل ما خبرناكم البارحة، محطوط في الثلاجة. حين أظهرناه من الثلاجة ربع ساعة، ونقطع الزور هذا، هذا اللي عنده زور زين، واللي ما عنده زور ترى ما بلازم. هذا طارق عماركم الزور بيدور فقط لجل أنه يحافظ، يحافظ طارق عماركم اللحم عن يوصل أرضية هذه اللي نحط فيها اللحم، فقط لجل أنه ما يلحقه الواهي بأسرع وقت يعني، مثل التقى يعني، اللي بيحط زور اللي بيحط على هواكم يعني، أنا ما يخصني، هذا شيء خياري. وهذا لحمنا وزاحب. يلا جلب فوق تحت. هذه طالت عماركم تتبيلة لجريك فيل روست. المكونات والطريقة كلها حطيناها لكم، وحين غادي ريحة الدنيا تشل وتحط من هالخلطة الجميلة. ما في ولا قطرة ماء، ولا قطرة ماء، لازم تحطوا في بالكم ما شيء ولا قطرة ماء. أهم شيء لا جلبها، هاي جلبها، جلب اللحمة هذه. إيه إيه جلب بهر بلاطك. إيه هذا نحن قايسين على عمارنا، نعرف شو اللي بيتم شو اللي ما بيتم. هذا حشل شوي خلطه، ها شوي 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 شوي، ما لا تستعيل. ماشي ولا قطرة ماء نقطة بس خلاص. ما ما خف شوي من هني، ها شيل شوي من هني. ايه ايه خلاص. هذا يوم يقولون عنه غاية المتمني. الحين طلعت عماركم تحطون هاي جرفة ودين بس خلاص، بس هذا بس خلاص يسد بس. الحين هذا روزماري. هاي شو وات ذا نيم؟ روزماري. لا نيم كوك. جريل فيل روست. هي جريل جريل فيل روست. هاي طبخة خلطة يونانية غريكية رقم واحد. الحين عاد تقرطة صالة عمارك. يلا يلا جلدي جلدي. من عقب ما يتم تدخيل ورقة زبدة دور ما دارها تحت، الحين يتقرطس. يتقرطس هذا حين السر الطبخة كله في التقرطيس. لازم ما يدخل فيه ولا نسبة هو أبدا، يكون محكم الإقلاق. أي تنصيخة بيحترق اللحم. الحاضر ممكن يعلم الغايب، لكن لو مني خلاف لا ما يخصني. أنا حين قلت لك، قلت لك، قلت لكن، قلت لك، قلت لكن، كلكن 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 هي قلت لكن. وهذا وارضى في الرمسه ودي وديتين ثلاث. ان تنسخ هذا الوعاء اللي حاطين فيه صينيه اللي بتدخلون هالتنور احترق اللحم، فتطلبون غدا بوي من المطعم. هي لازم ما يتنسخ ولا ريحه الهواء تطلع منه، ويدخل طالت عماركم التنور واربع ساعات بالضبط. حين من عشر هنتين بنظهره والضوء لا بقى رغب. هذا طالت عماركم تنورنا
هذا هو. سيده 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 بس سيده. ايوه بس بس ايه حيت النور لا بق ضو جهنم نار الله المغدة. يلا شوي 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 اهم شيء ما تدق القرطاسه في طرف التنور علشان طالت اعماركم ما يخترب. سيده 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 بعد 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 ايوه بس خلاص بس سكر. شو درجة الحرارة حين بين الميتين والمية وخمسين ويتم طالة عماركم هالأثناء نزلت طالة عماركم الحرارة من 800 إلى 200 حاليا. يلا بعد مرور ساعتين يلا يلا عاد بسرعة تحرك انت شوي 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 يلا بعد يلا بعد 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 ايوه ايوه بس بسم الله شوي 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 ما تعقل. بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن شو غادي شو القرطاسه صحو كامل صحو كامل صحو كامل ما شاء الله طيب عظم سكاي يا ربي كيف غادي نضوي اللي في الدنيا حي ما شاء الله رد رد هي هي ما بحق يحمر حينا شوفوا ترى روحه يسوي ماء وروحه يوجف على الماء حتى النور من داخل حار ضو اسمعوا شوية ترجيعته هي تسكر عليه يتخلى 10 دقائق بس هذا طالت عماركم شوينا وليه تحت هذا كله شحمه مالته شحمة الحمى كيف ناضية وهذا طالت عماركم لحمنا ناضي على ما تشوفون ما في الحاضر مدح هاي ما في الحاضر مدح هذا يطرولكم ما في الحاضر مدح يا رب شكرا فتت اللحم يا ربي رم رم ما بشيء عادي زايد عن القاعدة thank you thank you very much التنور الفنان العجيب thank you يا تنورنا العجيب thank you الحين بطاك عماركم نشيل من السوس هذا السوس ماله مروبة أيوة بس رد مكان رجع رجع أيوة نشيل من السوس وترد عادة وتسجي تسجي بالصوص للحمى تغدي الحمى ترفه تغدي الحمى ترفي زيدها ترافة ترد على تدخل الحين في الفرن يعطي بعد شوية حمار بس يلا 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 انقفض 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 هيه هذو صرايتين ولا بالظلام هيه كبار كبار ولا هونو ايوه سير 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 بعد بعد ايوه سكر علي ثانك يو هاريس هذه يوقف الرم لعلي رضوان من الله يطرون لك هذا الرم هذا الرم طالت عماركم اللي يقولون عنه علي رضوان من الله الحمى ترفه ترفه لذيذه 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 الى ابعد الحدود ما ابالغ اني قلت لكم كلمه جنان قليله عليها اقول لك عاد انت جبت العظام صوبي اكلت وريت صوبي عشان عندك نين بتصور تحط في ذمك في ذمتي ان هالعظم مالك انت ها من اللي مصمصه حسب ثلاثة تخلي فيه شيء هذا وهذا حقيت علي
هو سوي رجيم بس ما اكل شيء رافهم طالع ما اكل شيء الا هذا بس ما اكل انا بهذا ما اكلته اي هذا الا بس اي وهذا انا ما اكل انه انا ها ما اكل انه عقب ما اقع علي صور يعرفون هو يلوم تحق علي هالشيء هذا عرفوا انك اكل انا بشوف الرجال يقدر يود 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 ترى عندك نية ما حد غير يعرف لك هو شكل طيب ما شاء الله ومشوي ممتاز مساكم الله بالخير والنور والرضا والسفرة على السيت والوجهة إن شاء الله مدينة العين دار الزين إذا الله جعلنا بالحين الحين تونا ظاهرين لمكم من 20 أو 15 دقيقة تونا متخطين الوثبة الوجهة إلى مدينة العين فأكيد طالت عمركم سيرتي العين عمرها ما بتكون على الفاضي أنا كل سيراتي ما شيء منهن على الفاضي أنا سيرتي طالت عماركم حي وحاي وبيع مسابيح وحياتي ما سرت مكان على الفاضي أنا إنسان أحب مصالحي أي مكان لي فيه مصلحة تلقطني فيه موجود المصلحة ما بلازم تعطيني وأعطيك المصلحة يسد حديث جميل يسد ناموس مع عرب عيلس عندهم يسد وجود طيب قصيد دين أو دين وعقب القصيد معنى يعني أي شيء فيه فايدة عندي الفايدة ما بلازم شيء مقبوض باليدين الفايدة حتى في الرمزة حتى في الصيد حتى في السمعة ما بلا العين العين وغير العين أنا ما أصير أي مكان بحياتي ما أصير أي مكان بحياتي بدون هدف فلذلك دوم أقول أنا لا تدخل السوق ريعة مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم الإنسان اللي سيرته بلي معنه يلوسه في البيت أخير له مثل اللي يقولون جلوس العذارة في بيوتهن جلوس العذارة في بيوتهن خير لهم من أخذ ريل لنا مخالف أخذ الريل المخالف شقى وتعب وغربان فيلست في بيته هلش بعيد أخير فيلس في البيت بعيد أخير لك من سيرة بقعتن ما وراها فايدة الفايدة مثل ما قلت لكم ما بشيء عطني وعطيك لا الفايدة حتى في المعنى في المذهب في الأصول في ثقافة في دين في طوع في كلام طيب في سيرة طيبة في قصة يعني وايد الأشياء زينة دون عن أنك تصير عند مكان ما تستفيد منه الفايدة في أي شيء من أمور الدنيا هاي كلها فايدة فاليوم طالت عماركم يوم أنت بتشل بغدم بتسحب غدم من دار لين ديرة أو من مكان لين مكان بتظهر من بيتك بتعنى الشخص أو بتصير الميلس أو بتصير بتحضر المايو فرح ولا لازم أن هذا الإنسان ليش هالغدم لجله وصاعب غدم من دار لين ديرة أكيد هذا له قدر ولمعنى ولصيت ولسمعة وله اسم يميزه لو ما له اسم يميزه ما بتعنى له العرب لو ما له اسم يميزه ما بتلقط اسمه وصيته شايع ودايع بين العربان شو اللي عدله الإنسان شو يظهر سمعة البني آدم شو يظهر سمعة البني آدم غير الفعل الطيب الفعل الطيب من تربية عيال تربية أجيال وعلم ومرايل وخير وميلة سنطلق وفعال طيبة كرم ودرابة وعلو في أخلاق حميدة أنا اليوم طالت عماركم من منصتي الإعلامية إن كانت في تويتر أو في سناب شات أو في إنستغرام أو على اليوتيوب كل قنواتي الإعلامية هذه أنا كرسنها لخدمة هالبلد وأهله حكومة وشعبا من أول ما استوى الحساب هذا لين يومكم هذا ما لي مقصد غير ذلك الحمد لله رب العالمين مستد ولا علي قاصر أنا وغيري ما شاء الله من الشباب اللي منصات الإعلامية اللي هي هادفة ولها صيت واسم ولها سمعة جيدة بين العربان وبين الدول هبلها في الإمارات وغير الإمارات فاليوم طالت عماركم اليوم أنا أبرز دور فعال شخصية مميزة شخص مكافح من الثمانينات لين اليوم خرج أجيال وعلم شباب وعياله ما شاء الله في رتب جميل وزين تعب عليهم ورباهم داعم للشباب داعم للتوطين داعم لدعم القطاع الخاص داعم في التجارة في أمور الدنيا كلها وما نسى
اولا واخيرا بلاده، فرشح عمره سعيد باللهام الكعبي ان شاء الله، ان شاء الله ان فاله الناموس وفاله الفوز. واليوم اليوم اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله اني بمسي عنده، وباكر بيكون ضحايا عنده والظهر عنده والمساء عنده، وان شاء الله اللي بسير عليه بنعطيكم من مقتطفات هذا الرجل المميز للغايه. حبل رائد اعمال، رائد اعمال ونموذج لشاب مكافح ناجح بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. فالحمد لله رب العالمين، احيانا ما في شيء انك انت تدور حد يخبرك عنه، انت من تدخل جوجل، ادخل جوجل واكتب سعيد باللهام الكعبي، من تدخل وتكتب بتعرف عن كل اموره من اول ما استوى لين ساعتنا هذه. شكرا لكل من حضر وتكلف. وقت اليوم في هذا العرس الانتخابي نتكلم اليوم عن اهدافنا ان شاء الله. تعلمون ان ملف تمكين الشباب او توظيف الشباب من اوائل الملفات في حكومتنا الرشيدة، والدليل على ذلك لوجود وزارة التوطين. هدفنا ان نسعى لزيادة التوطين في القطاع الخاص، تطوير مشاريع الشباب. اليوم عيالنا ياسين داخل كوفي في الليل وبالباشر فتحوا مشروع وخذ قرض. نفتقد لوجود تأهيل مسبق لرجل او رواد الاعمال. نسعى لوجود تشريعات تلزم للحصول على هذا الترخيص، يدخل ويتدرب ويتأهل ويتعلم ويختبر وينجح. الهدف منها تقليل خسارات الشباب اللي مدفعين لسوق العمل، تمكين الشركات والمؤسسات المواطنة. صنع في الإمارات، هو اقتصاد وطن، ترى نجاح المؤسسة هذه راح تكبر ويكون فيها مصنع يتعين فيه عيالنا، فيها مصنع يتعين فيه عيالنا وأولادنا. إذا ما في تخفيض الرسوم، إذا ما في تسهيل للقروض اللي أتكلم عنه، شركات المواطن الموجودة. جزاكم الله خير على حضوركم وشكرا اخواني. وكم لي وكم ذكرى اسجبها لنامت الناس، انا ما غمضت عيني يا من سلب مو جتي مني وشطبها، قال الفراق وخف انك تجافيني. كم لي وكم لي وكم ذكرى اسجبها لنامت الناس، انا ما غمضت عيني يا من سلب مو جتي مني وشطبها،
طالت عماركم عزة الظواهر، لأن العزة منقفضين من البارحة، يعني البارحة كان أمس كان نهار ثالث، يا غير طالت عماركم ما أعرف ماي، لو أن اليوم رابع قدر يوميته، لأنه جماعة كلهم في الميل استخلت وسلمت عينت من الله خير وأديت الواجب، يا غير طالعت الساعة، ولأنها الساعة 8:30 قلت في خاطري الحين أنا شي سيرني البيت أرقد، قلت أبوي ما شي إلا تمشى، ويت سطرت هالكوفي هات اللي ما شي كثرة، وعزم طالت عماركم أسير في هالكوفي ليلك سيبت قهوة فيه وبعيمنا الله خير وبيلس شوي وخلاف طالت عماركم، بركب سيارتي وبضوي بيتي وإن شاء الله أني برقد باكر بصبح على أشغال اللي خبرتكم عنها، أني عندي عدة أشغال وإن شاء الله أني باكر بسير في أشغالي، وشو القبر اليوم ما زين ما شاء الله تبارك الرحمن، فأقولكم كذي جايينا هذا ليلك قبل مدة كذي جايينا هنا العام أظني أو قبل يمكن 7-8 شهور ويازلي وحين راد هذا كل هاي كل القصة. عين الذبابة، أصحاب عين الذبابة الناس اللي دائما لا يرون الجمال، ما يشوف أي شيء عدل، دائما منتقد، دائما هالمكان مو بعدل، الغرفة هي مو بزينة، السيارة هي لونها كذا، عينه دائما عين ذبابة لا يرى الدنيا جميلة، دائما سلبي، دائما صاحب عين الذبابة، لأن الذبابة لا تحل أصلا إلا على الأوساخ والقذورات. عين النحلة، أصحاب عين النحلة هم أطيب ناس، لا يرون الدنيا إلا جميلة، كل شيء يشوفونه حلو، كل ما تعرض عليهم شيء حلو ما شاء الله، فنحاول قد ما نقدر في حياتنا نبعد عن عيون الذباب اللي يعطونا الطاقة السلبية، ونكثر من عيون النحلة، نبعدهم عشان عيون النحلة هم مصدر للطاقة، هم هرمون السعادة. يا سعادة تحياتي. هذا اللي تشوفونه انت، شوف شو اسمي انا؟ الله احلى اسم يظهر ما شاء الله عليه، كيف عرفت؟ انا ذكي. انت ذكي منبورك، انت ذكي، تحاليات كلهم اذكياء ما اقول عنهم شيء. الله يحفظك ما شاء الله عليه، انت بخير؟ مبسوط؟ ترى أقولهم أنا ما بمسح الفيديو، حبيت تصلوب بمناك بمسح الفيديو، مسح الفيديو نحن الفيديو بطرش عطرشة؟ مسموح برايني؟ أشكر هنك. هذا اللي صار ما يبى التصوير، يدري شو سالفتهم حد من العرب زيغم التصوير، ما تعرف سالفتهم. اي والله انا كيفك من انت اللي مرحبا يا ابو محمد. الا يعني انت اكتشفت اني اصور؟ نعم شفت الشباب تيبسوا وعرف انك تصور. لا بشيرك اخوك شرد هذاك وين صار؟ ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ان شاء الله. اكيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، عندنا من الاخبار الطيب الجميل الفنان الكثير منها، اولها طارت عماركم ان القريه العالميه ماشي باجي عنها، قمض برج بتفتح الابواب العام الاول، وليه قبله شو استوى؟ استوى على ما قالوا هالكويت طق عصي على الشو، واستوت الوقعة والصدعة والديانة على البي اي بي، بطائق البي اي بي، حد حصل حد لحق حد ما لحق، لذلك سنة طالت عماركم قننت أشياء كثيرة من عند الإدارة في القرية العالمية، شو السبب؟ عشان كل إنسان يلحق على جسم، فلذلك السنة البيع بطائق البي اي بي كل درجات على حسب الهوية، فلكل هوية بتطلع طارة عماركم باغة. شو السبب الترتيب هذا كله؟ لجل العام وعام الأول اللي قبله استوت فوضى، واللي خدبه وكم
يبيع في السوق السوداء، واللي تم يبيع ياخذ بألف بطاقة ويبيع روحه وارتفعت الأسعار إلى أن وصلت أرقام خيالية. فالسنة طالت عماركم، استوى الترتيب واستوى كل شيء جاهز، وحسب القانون كل هوية لها بطاقة. وعلى ما تشوفون أنواع البطاقات عديدة وأشكالها ودرجاتها وأسعارها، وكل عادة حسب رغبته، شو تبى شو ما تبى كل موجود عندهم. البطايق طالت عمركم الـ VIP شيء أربع أنواع، من أربع أنواع كلهن بعطيكم إياهن بالتفصيل اللينك، وهذا موجود عندكم باكر إن شاء الله إذا الله جعلنا وجعلكم الحيين. من الساعة 10 الصبح بيبتدي التسويق وبيبتدي البيع، فقط أونلاين، فقط أونلاين. والحاضر منكم يعلم الغايب، والقرية العالمية ترحب بالعالم كلها، الكون كله بيحضر. والسنة بحلة جديدة وأشياء كثيرة وفعاليات أكثر وأجمل، وكل ما ياها في زود، كل ما ياها في زود، لأنها القرية العالمية في وين؟ في كل الدنيا، في دبي كانت الدنيا. فلذلك العالم بمختلف طوائفه كله بيكون حاضر، من مبيعات، من مأكولات، من تراث، غناء، فن، طرب، أكل، شرب، لبس، مجوهرات، حلي، كل حرف قديمة جديدة كل بتلك طول موجود. الرابط عندكم، والباقات عندكم، والمجينج والبيزات وبعد عندكم، وفور المعاشات، و18 10 بتفتح ابواب هالقريه العالميه. ترى الجمهور